حضرتك طرحت السنة الماضية عمل خيانة وطن، هاي السنة كمان شايفين أعمال فيها طابع سياسي مثل غراريب فود وقلبي معي حتى، شو كيف رؤيتك للأعمال بالعشر أيام الأولى من رمضان؟ شوف يعني نسأل ليش ما شاركنا السنة؟ يعني أنا شفت إنه في الكل، يعني أنا حتى كنت أعرف من خلال مدراء القنوات إنه في أعمال كثيرة عن الإرهاب وعن يعني الإخوان المسلمين وعن مش عارف إيه، فإحنا رسالتنا قدمناها ووجهناها، ما عندنا يعني جزء ثاني نقدمه في هذا الإطار، الإطار السياسي، وبالتالي كنا نبحث عن يعني عمل آخر نقدمه، لكن ما خلصت الأمور بصراحة، ما قدرنا نخلص أمورنا ونخلص من النص علشان نقدر إحنا ندخل في سباق رمضان. الأعمال السياسية التي المقدمة أنا أقول إنه فيها كثير من الارتفيشال يعني المبالغة، أنا مش مع المبالغة، يعني أنا مع الفكرة أن توصل بهدوء، توصل الفكرة بدون دم بدون شو اسمه، لأن في النهاية العنف ترى إحنا عندنا أطفال يشوفون أعمال ويشوفون كذا، إحنا عملنا يعني خيانة وطن بدون قطرة دم ومسلسل نال يعني استحسان الجميع، فأنا أتصور أنه يعني هذا الكم من العنف والدموية في رمضان شوي الأمور، خاصة نحن يعني كل أفراد العائلة قاعدين أمام الشاشة ويشاهدون خاصة الشباب والأطفال، يعني هاي وجهة نظر، لكن في النهاية أعمال تقدم ولها مشاهدينها، ونتمنى إن شاء الله أنه السنة الجاية إحنا يعني نكون أيضا موجودين في السباق الرمضاني، لأن عندنا فكرة صحيح ما تخمرت وخلصت السنة، لكن إن شاء الله السنة الجاية إحنا نخلصها، وأتمنى أنه يقدم العمل، لأنه هو أنا عندي عمل عن الشهداء، ونتمنى إن شاء الله أن نقدر نقدم هذا العمل بصورة اللي تليق بشهدائنا وبعطائهم وتضحياتهم. طيب شو جديدك هلأ أنت بعد رمضان؟ بعد رمضان عندنا فكرة تقديم مسلسل اسمه عيون حمدة، وهذا العمل من رواية عيناك يا حمدة، رواية إماراتية، نتمنى إن شاء الله أنه نقدر إحنا ننجز العمل للسنة إن شاء الله، ومحطين في بالنا النص خلص وننتظر موافقة، يعني إن شاء الله نقدم في تعاون مع تلفزيون أبوظبي لتقديم العمل، ونتمنى إن شاء الله أنه ينجز ويقدم، إذا تم الاتفاق على تصوير العمل بيكون في شهر 10-11 عشان يكون جاهز لرمضان إن شاء الله. باعتبار أنتوا هلأ بدكم تعملوا عمل عن الرواية، هل برأيك الأعمال اللي عم تكون مقتبسة عن الرواية عم تكون أنجح وبتساعد الجمهور أكثر على التقرب من القراية من الأدب؟ شوفي الرواية الناجحة، يعني إذا في رواية ناجحة فهذا يعطينا ضمان أنه فكرة المسلسل تكون فكرة جيدة كفكرة، أو الرواية فكرة خطوط عريضة، إذا كانت هذه جيدة ممكن أن الواحد يبني عليها، إحنا عادة عندنا مشاكل في المسلسلات ان الافكار اللي فيها افكار يعني ما لها قيمه، احنا هذه المسلسل اول مره احنا يمكن يقدم عندنا روايه تتكلم عن فتره تكوين الاتحاد عن فتره السبعينات، وانا اتصور انه هذا الجانب يجب ان احنا نركز عليه في حياتنا احنا في الامارات على الاقل، ومهم ومتعب علشان انت توفرين السيارات في ذاك الوقت والبيوت والملابس وحتى كراسات المدارس والاقل، يعني كل شيء، ما في تلفونات ما في موبايلات، سوالف كثيرة فيها، لكن نحاول قدر المستطاع ان احنا ان شاء الله نقدم شيء مرضي.